شيء أيه. أن أكون طبيبا كانت هذه دعوة أمي رحمة الله عليها، ثم أن أكون خادما للمجتمعات الإنسانية الفقيرة والمهمشة. كانت النية كطبيب شاب أن أحصل على الزمالة أو درجة، سواء نحن وأنا أعمل في الدراسة أن جاءت المجاعة في أفريقيا، فاشتغلت متطوع وأسسنا الإغاثة الإسلامية في يناير عام 1984. لم يكن لدينا نموذج، لم يكن لدينا خطة، لم يكن لدينا ميزانية، لم يكن لدينا مقر، لم يكن لدينا أي شيء إلا شيء واحد، كنا مصممين على أن نجمع المال لنرسله لنفس المجاعة اللي حصل اليوم في القرن الأفريقي. فهذا هو الذي أريد أن أن أشرحه وأن أبرزه، هو التركيز على الهدف أهم من كل هذه النماذج. لأنك إن استطعت أن تركزي على الهدف وتحقيق الهدف ستأتي كل هذه النماذج فيما بعد. أول تخطيط استراتيجي لعمل هيكلية لغاز إسلامية كان في عام 1990، يعني بعد كان شغلنا استجابة ثم استجابة ثم استجابة ثم استجابة، ومع الاستجابة في تصميم هيكليات واستراتيجيات وأبجديات أخرى تأتي حينما تكوني حققت ثمرة واقعية على أرض الواقع تقول أنني أهدف إلى. في الأول كنا احنا رؤيتنا على تحقيق الهدف اللي هو نوصل أموال للنازحين في المساجد، في الجامعات الإسلامية، في الشوارع، في الأسواق، إلى آخره إلى آخره. ولما أصبح لنا اتصالات دولية مع بعض المؤسسات في السودان، يعني أول مكتب فتحناه كان في السودان حول 1990 وبنغلاديش 1991، بعد 6 سنوات من العمل لم يكن عندنا مقر، كان كل ما عندنا هو فقط صندوق على الحائط. كنا كل يوم سبت منروح نفتح الصندوق، نطلع الفلوس اللي فيه نحطه في البنك، نعمل حبة أوراق. كانت زوجتي كانت بتقعد في البيت تكتب، عندنا قالة كبة تكتب واخدها. زوجة الدكتور احسان شبيب كان بتعمل اسواق الخيال للنساء وكذا وكذا وكذا. فاصبح اول تبرع كان من طفل صغير هنا كنت في مصر، ما هو يعتبر دلوقتي مدرس في جامعة حلوان، ابن يعني قريب ليا 20 قرش. كان فهكذا كان العمل، يعني العمل زي ما بتقول طبيعي عفوي انطلاقي ومركز على ان انا خيرية اسلامية في الغرب في العالم، وتستطيع في خلال نشأتها وباسمها المتميز تستطيع أن تنمو وتترعرع وتثمر ويصبح لها غصون وثمار يؤتى أكلها من كل واحد، فرنسا، بلجيكا، في هولندا، في ألمانيا، في سويسرا، في إيطاليا، في أمريكا. بتعني مكاتب ولا بتعني نشاط؟ مكاتب وأنشطة. مكاتب وأنشطة طبعا في أفريقيا كلها، في تشاد، في النيجر، في مالي، في السودان، في ملاوي، في جنوب أفريقيا، كل الحاجات دي. حرب البوسنة والهرسك وحرب كوسوفو، عندك الفيضانات اللي حصلت في السودان في 89 واللي حصلت في بنغلاديش في 91، عندك ايضا اللي هو زلزال ايران في سنه 90. فيما بعد تتكلمي عن الشيشان في 94 95، ثم الشيشان 99، ثم الشيشان الى الان، ثم افغانستان، ثم العراق، ثم فلسطين، ثم غزه، ثم الكونغو لما حصل فيها اللي هو البركان، ثم السونامي. يعني انت بتتكلمي عن مؤسسة أصبحت موسوعة لعطاء الخير للإنسان. كم عدد الأموال التي جمعتوها وكم عدد الأموال يعني التي أنفقتوها؟ حجمها حجم المؤسسة إيه دلوقتي؟ حجمها قرابة 200 مليون دولار. في مواد عينية حوالي ممكن تطلع لها بتاع 100-150 مليون دولار أو أكثر أو أقل، والمال الكاش اللي بين المؤسسات حوالي يطلع حوالي 150 مليون دولار، برمتها 300 مليون دولار ما بين مواد عينية وبين الكاش. وحجم الأموال على مدى نصف ربع قرن، هل هناك إحصائية عندما تنظر؟ يعني أنا لازم أرجع لك بقى فيديو أشوف الميزانيات كلها. إحنا بدأنا ب 5000 جنيه أول رأس مال في الأول خالص، وكان هاي بتاعي يمكن 20,000 جنيه في أول سنة. يعمل شيء ويتهد بزلزال، ويتهد بفيضان، ويتهد بحريق، ده عمل خير.
والمال مش مالي كون مالي. لأن كنا زي ما أنا قلت لك أنا كنت مشغل عفوائيا عشوائيا عاطفيا مع الكارثة. الآن أنا بشتغل مخيا وتوجيهيا وقياديا مع الآخرين لعمل موسوعة جديدة تقود العمل الإنساني في العالم. مهم جدا ننفعل، لكن لو أنا عايز أقعد أخطط لازم أخد وقتي أفكر وأشوف وأتصل وأتشبك، وبعدين أخد وقتي في البرمجة لكي أرى رؤية استراتيجية لما سأفعله خلال 15 سنة القادمة أو 10 سنوات القادمة أو 5 سنوات القادمة. فأنا لما كنت عندي في الوقت ده يعني عمر ما كنت لسه شاب ومنطلق وكذا وكذا، الآن مختلف تماما. الأشياء اللي بنعملها دلوقتي تختلف تماما عن العمل اللي غير اللي هي تنمية قدرات البشرية لمؤسسات المجتمع المدني هناك في الصومال وفي ليبيا وفي مصر، لتقوم هذه المؤسسات بدرء مخاطر مجاعات قادمة. كل شيء. أيوة، أنا كنت زمان من 28 سنة بعمل إيه؟ دلوقتي بقولك لا، دي مش شغلتي بقى، تعالي أنت يا صباح عودي عشان أديك اللي عندنا، لأن أنا أصلي كام سنة في العمر؟ مفيش، خلاص خلص الحدوتة، خلص حدوتها. بيقولوا عليه بالعربي إيه؟ بح، خلاص. من ضمن في حديثك للجزيرة قلت من ضمن التحديات عدم وجود كفاءات شابة ترغب في العمل في المؤسسات الخيرية. لو في شاب كفوء أو شابة كفوءة هتلاقي المرتب في شركة بترول أو شركة مش عارف إيه كم ألف دولار في الشهر، وأنا بدي 1000 دولار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن أطوع عندك. إحنا بقى اللي إحنا عايز نعمله إيه بقى؟ نقنع جيل الشباب إن دورهم في بناء مؤسسات المجتمع المدني والعمل الخيري هو دور مهم، كما هو دورهم في العمل الاقتصادي والعمل التجاري والعمل الزراعي والعمل الآخر. مهمة المنتدى الإنساني هو تدريب الكوادر الشابة وتفعيل مجتمعات وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني. أصل المشاكل في العامة المجتمعات النامية واحدة. عملنا 14 مؤتمر في 14 دولة، طلعوا 5 مشاكل: بناء القدرات، تشبيك والتواصل، معرفة المعايير الإنسانية، الحوكمة الرشيدة في المؤسسات، وبناء الجسور. من بنغلاديش لمصر لم يختلف نسيج واحد يتحدث أصحابه بلغات مختلفة وثقافات متعددة عن نفس المشاكل. في مصر مثلا العشوائيات، قد تكون عشوائيات في ليبيا مش موجودة، هم عايزين مشكلات الأطفال، أطفال الشوارع في حتة تانية كده. هم تقدريش في مثلا نجيب بيقول one size does not fit all، وده الشيء اللي أنا بيحصل لي في أرتكاليا من المؤسسات الدولية. أنا عايز أنزل بديمقراطية، ديمقراطية مصر تختلف عن ديمقراطية سوريا، لأن عندي ثقافة وعندي قيم مختلفة حتى عن سوريا، حتى عن فلسطين، حتى عن ليبيا هكذا. لكن أنت قولي لي أن في بناء المجتمع المدني 5 أو 6 ركائز لابد يتحقق. أنا بقى في الجوة حط منظومة، لأن أنا ده لازم أفكر. لا تستطيع أن تحقق ما أردت في الحياة. دعوة لوالدين وماذا أي؟ ثم الدعوة دي أصل، ثم المخاطرة. أنا لما خرجت من مصر وأنا صغير ما كانش معايا 3000 دولار، هم والدي اللي هم عشان أروح بلد زي بريطانيا عايش فيها. فلما حطيت نفسك قدام المخاطرة وإن فلوسك هتخلص وكذا وكذا، ابتديت اجتهادك ينمو وارتفع عشرات أو مئات المرات عشان تنجحي. وبعدين ربنا إداني زوجة رائعة، بدونها أنا ما أسويش حاجة. طبعا أمي نفيسة رحمة الله عليها وأبويا كانوا هم الأصل، لكن يسريها كملت المسيرة.